الحرب والميليشيا والإهمال، ثلاثية تقاسمت تدمير التعليم في اليمن من حيث المناهج والمباني التعليمية. كان للحرب النصيب الأكبر من هذا التدمير، حيث أغلقت أبواب قرابة 3600 مدرسة بحسب وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، في حين حرم مليون طفل من حقهم في الوصول إلى المقاعد الدراسية. أما ميليشيا الحوثي فقد تكفلت بخنق ما تبقى من أنفاس التعليم الأخيرة، حيث عملت على تغيير المناهج الدراسية وإدخال تعاليم طائفية تخدم أفكار جماعتها. أما الإهمال فقد سبق الحرب والميليشيا في نخر المباني التعليمية طوال العقود الماضية، فانهارت أسقفها على الطلاب كما حدث في إحدى المدارس بصنعاء، لتخلف عددا من الضحايا في أوساط الطالبات. ويبدو أن تلك الحادثة لن تكون الأخيرة، إذ طال الإهمال أغلب المدارس على امتداد خارطة البلاد، فتشققت جدرانها وسقوفها وأصبحت آيلة للسقوط في أي لحظة على رؤوس الطلاب. كهذه المدرسة التي تعد من أعتق المدارس وأقدمها في اليمن، مدرسة التربة للتعليم الأساسي الواقعة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، والتي تجاوز عمر تأسيسها 60 عاما، وامتلأ أرشيف مكتبها برسائل مناشدة لترميمها، لكنها لم تصل إلا إلى أدراج مكاتب المسؤولين دون أسمائهم أو تلفت أنظارهم إليها.